اسمي رهف مارتن البكري، ناجحة على الصف الثامن، عمري 13 سنة. بحب الطبخ والاستكشاف وبحب المغامرات. يعني أنا دائما يعني الحمد لله دائما متوفقة بدراستي. بحب مواد الرياضيات واللغة ويعني وشوية مواد تانية. شخصية بحب كتير الروح الاجتماعية، يعني بحب إني أختلط بالناس، أخذ وجه عليهم، إني أعتبرهم إني حدا أنا كتير بعرفه بثق فيه، يعني بحبه. بحب إني أخذ وأعطي معهم، بحب أتعرف على ناس جداد، شوف الحياة يعني. ودائما وقت بيكون في لحظات حلوة، دائما الإنسان دائما بتجدد إرادته وبصير بحب الحياة. بعض الأحيان وقت بيكون في لحظات إنه صعبة فبيأس من الحياة، بس دائما بيكون في شيء بيقوي له بعدين. والدي توفى وأنا عمري 8 سنوات، يعني صدمت وقت يعني شفته وهو مثلا نقول روحه عم تطلع وكان متوفي قدام عيوني. كان يتسبب بالنسبة لإلي يعني شعور كان مؤلم وصدمة، يعني إنك تشوفي حدا بتحبيه كتير وبتعزيه عم يتوفى أو توفى، فكتير هذا الشيء مؤلم، يعني الواحد ما في يوصف الشعور بهذا الموقف. كان في جارنا وخالي واقفين، سمعت وقتها كأنه عم يحكوا إنه بابا توفى، فأنا جد وقتها انصدمت، يعني كان شعور مؤلم. فتت لجوا، أمي جابوا لي أبجة مهدئ مشان تهدى، ما شفت إلا غميت كان وقتها. أنا انصدمت يعني كمان، فكرت توفيت الله يخلي لي إياها، يعني جد وقتها صرخت صوت، بتمنى وقت إني أرجع أتذكر الأحداث المؤلمة إني أرجع أصرخه، لأنه كتير وقتها يعني خالي حملني وصرت صرخ. هلا تقريبا انا يعني شبه من اول ما ولدت كان بلش يعني النزوح وهيك قصص صارت، يعني مو بس شعوري انا، مو بس انا انه من اول ما ولدت، كان في كثير اطفال من اول ما ولدوا بلش النزوح، يعني كثير نزحنا اماكن. اكيد هذا الشعور انك انت تغادري بلدك، تغادري بيتك، مكانك، فكثير يعني مؤلم انه انت تخرجي من بيتك وهذا الشيء انت مانك راضي عنه يعني ابدا. بالنسبة لحدث الزلزال فكان يعني الدنيا وقتها كانت شتوية، يعني كنا أنا وأمي وأخوي نايمين بنفس الغرفة، الأرض صارت تتهز، يعني نحن ما كنا متوقعين أبدا إنه زلزال، قلنا ممكن يكون هزة أو أي شيء. أمي كانت وقتها متشطحة، قام وقع عليها طرف من الأباجور ودغري صرنا ننزل. وقت صرت تنزل من الدرج بالنسبة لبيت طابق عالي إنه طابق رابع، فبتحس كتير الدرج طويل. نزلنا لتحت، كان الناس كلها مليانة، يعني ناس بالشوارع، ناس ركبت سيارات وصارت تطلع، كان في كتير أطفال مليانة بالشوارع، يعني أطفال، والدنيا وقتها كانت مطر، يعني هذا كتير شيء مؤلم، والسيارات كلها عم تتحرك بسرعة، يعني كله عم إنه عم يركب السيارة ويمشي. بتحسي مثل جزء من يوم القيامة أو شيء بسيط من يوم القيامة، يعني كمشهد ممكن تشوفيه بالحياة الواقعية. وكانت يعني لحظات مؤلمة وحزينة، إنه يعني كتير في ناس تضررت، الله يرحمهم يا رب. في كتير ناس تضررت بهذا الشيء، كتير ناس فقدوا أحبائهم، فقدوا الأشخاص اللي بحبهم، يعني أطفال فقدوا آبائهم وأمهاتهم، هذا الشيء كتير مؤلم. كان الشعور شعور خوف، يعني مصدمة الأول، يعني كأول مرة إنه أنا هيك عم بحس، كان شعور فيه خوف وألم، يعني صدمة، كانت صدمة كتير كبيرة، ما كان الإنسان متوقع إنه ممكن هيك يصير معه بالحياة. الواحد كان إنه بيخاف يخسر حدا بيحبه، لأنه كتير إنك تفقدي شخص بتحبيه وبتعزيه عليك تخسري، يعني هذا الشعور شعور كتير من الأشخاص اللي فقدوا أحبائهم بالزلزال. هلا طبيعي الواحد يحتاج لمساعدة نفسية، دائما الواحد بيكون عنده لحظات صعبة إنه بيعيشها، فبيحاج لحدا يحكي له إياها، يثق فيه، يكون يعني شخص كتير بيحبه بيعزه، يحكي له التفاصيل الصعبة اللي عاشها، حتى يعني بيكون في حمل على قلبه بينزاح وقت أنت بتحكي لحدا شيء كتير زعجك، أنت مهمول لدرجة إنه مثلا كتير مستصعب هذا الأمر، ما عم تلاقي حل لهذا الأمر، يعني كتير متألمة من هذا الأمر، بحاجة لحدا يسمعك، سواء كان طبيب أو أخ أخت، يعني قريب بتعزيه، صديق ممكن توثقي فيه.
بعدين رجعنا للحياة، يعني كلياتنا من احنا بالمدرسة كرفقات صرنا نحكي لبعضنا المواقف اللي صارت معنا، الشغلات اللي حسينا فيها بالزلزال، الآلام وشو صار معنا بالتفاصيل يعني. وهيك هيك يعني الواحد شوي شوي بلش صار انه عقليته وجسمه هيك يتقبلوا انه خلص هذا الامر صار واقعي، صار يتعود على هذا الشيء، تعود انه هذا الشيء يصير. يعني ممكن باي لحظه انت توقع البناية عليك، او باي لحظه ممكن تفقد شخص بتحبه. يعني ما ممكن، يعني في كتير شغلات نحن نتوقعها ممكن تصير، وشغلات ما عم نحسن ما فينا نتوقعها ممكن كمان تصير. ودائما هلا بيكون في لحظات صعبة بتمر عليك بتحسي حالك كتير يائسة، يعني ما بتعود انك تحبي تعيشي بهالحياة، بس دائما في يعني دائما في اللحظات السعيدة بتجي بتتذكريها او بتحصل معك، فكتير بتعطيك قوة من جديد، تخليك تقوى من جديد تستمر بهاي الحياة. بالنسبة للمجتمع إذا هو قادر يفهم هذا الشيء أو لا، في أشخاص ممكن يفهموا هذا الشيء، وأشخاص تاني ممكن يقولوا أنه هي مجرد طفلة صغيرة بتتخطى هذا الأمر مع الأيام. بس في لحظات صعب الواحد ينساها، لحظات يكون مؤلمة مثل أحداث الزلزال وأحداث تانية كتير نحن ممكن نعيشها لبعدين أو عم نعيشها هلأ. انا بحلم يا يكون مثلا يا دكتوره يا صيدلانيه، يعني هذا انا كثير بحب هذا الاختصاص، ويعني دائما الواحد لازم يساعد الاشخاص، يساعد الناس. دائما بتلاقي الواحد بحاجه كثير لاطباء متعاونين بسبب الوضع اللي نحن عم نعيشه.